الأهلي يطير إلى إثيوبيا اليوم لمواجهة جيما. محمد يوسف يختار 19 لاعبا للمواجهة الأفريقية. الجهاز الطبي يعلن موعد عودة صلاح محسن. لاسارتي يجمد ملف الراحلين عن الفريق. القيعي يكشف موقف الأهلي من حسين الشحات. المنتخب الوطني يواجه نيجيريا وديا ويحافظ على موقعه في تصنيف فيفا. تقارير تؤكد خلافات بين تريزيجيه وإدارة قاسم باشا.